هان احنا قبل 10-15 يوم فاجأنا وغيراته وطرد الاهالي من اهالي من اراضيه. المستوطنين أخذوا تقريبا في البداية 20,000 دنم من الأراضي الشرقية حتى العوجة ورأس العين، والآن أخذوا منطقة الشرف، بدهم يأخذوا منطقة اسمها منطقة الشرف الشرقية، شعب الدويرات، رأس القناطر، خل تنجاصة. يوم هي تأكيد على استمرار الفعاليات الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد قطاع المستوطنين، وتحديدا الضوء الأخضر الذي أعطاه الاحتلال الإسرائيلي لقطاع المستوطنين من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية تحت غطاء وحماية، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في هذه الفعاليات. اليوم نحن في دير الجرير من أجل التأكيد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في انتفاضته ضد قطاع المستوطنين، ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. الشعب الوحيد الذي بقي تحت الاحتلال يرزح على مستوى العالم هو الشعب الفلسطيني. للشعب الفلسطيني كافة انه نحثوا على المقاومة ودحر هذا الاحتلال، هذه الفئة الضالة. يعني بصراحة يعني حاولوا الناس مهادنتهم، ولكن للأسف ما بنفع معهم الا لغة القوة، لغة الحوار ما بتنفع معهم. فيجب احنا متجذرين في ارضنا، بندافع عن ارضنا، بنبذل الدماء والجرحى وكل الغالي والنفيس بنقدمه تجاه ارضنا.